في المصدر أونلاين يقول إن اليمن تكذب بشأن انقطاع الكابل البحري. ومن العربي الجديد، الحرب تهوي بصادرات اليمن بنسبة 80%. وفي البي بي سي، وفاة السلطان قابوس بعد صراع مع سرطان القولون. هناك موضوع شغل المواطنين اليمنيين وهو انقطاع الانترنت، وعن هذا نشر موقع المصدر أونلاين حيث كذب مصدر مطلع ادعاءات شركة اليمن بشأن انقطاع الكابل البحري، ما تسبب بخروج الخدمة بنسبة 80% من سعات الانترنت الدولية في اليمن. وكانت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين نقلت عن الشركة قولها إن عددا كبيرا من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع في السويس. مصدر مطلع قال للمصدر أونلاين إن الشركة تكذب بشأن انقطاع الكابل البحري الذي تعود ملكيته لشركة جلوبال كلاود، وأضاف أنه بعد متابعة وتقصي للمعلومات تبين أن حالة الكابل البحري سليمة وهو يربط عدة دول، ووحدها اليمن فقط هي من تدعي أنها متضررة. وأكد المصدر أن الشركة المالكة للكابل الذي يبلغ طوله أكثر من 10,000 كيلومتر لم تعلن عن أي أضرار تعرض لها، مضيفا أن خبرا كهذا في حال حدوثه تتم تغطية أخباره في عشرات المنصات الإعلامية العالمية، لكن لم يحدث أو لم يتحدث أحد عنه باستثناء اليمن اليمنية. وأشار إلى أنه قام بالتواصل مع أشخاص في أكثر من بلد يستخدمون الإنترنت على نفس الكابل، وأفادوا بأن الإنترنت يعمل بشكل طبيعي. وكانت مصادر تحدثت عن أن تعثر خدمة الإنترنت في اليمن يأتي على خلفية مشاكل بين الشركة والمشغل الدولي للإنترنت بسبب تأخر دفع مستحقات الخطوط التشغيلية، وهي مشكلة سبق أن حصلت خلال الأعوام السابقة. يتساءل الكاتب جيمس هولمز في صحيفة ذا ناشونال انترست لماذا لن تنشب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، ويضيف أيضا في مقال ترجمه علاء الدين أبو زينة في صحيفة الغد الأردنية. هل ستطلق طهران وواشنطن كلاب الحرب في أعقاب عملية الاغتيال الجوية الأسبوع الماضي التي أودت بحياة قاسم سليماني؟ اعتبروني متشككا، لكن سيناريو نهاية العالم هذا ليس وشيكا. قد تشهد الأسابيع والأشهر القادمة حربا غير نظامية تخاض بعزم متجدد من خلال أساليب شن الحرب غير التقليدية هذه، ومن المشكوك فيه أن تنطلق طهران إلى شن عمليات تقليدية بحيث تتجه إلى أرض تعرف أن أمريكا تهيمن عليها. ولا شك في أن آيات الله الذين يشرفون على الجمهورية الإسلامية يشعرون بالقلق من أن ينتهي بهم المطاف وهم على النهاية الخاسرة لمثل هذا الصدام، هكذا قد يفكرون آخذين في اعتبارهم قسوة التجربة. الخوف والشرف والفائدة، ثمة القليل من الأماكن التي يمكن أن تكون أفضل للشروع في تفكيك الأحجية حول السبب في أن الأفراد والمجتمعات يفعلون ما يفعلونه، وفي العجز يكمن الخطر. وقد أصبحت هذه الحقيقة مضاعفة الآن بعد أن هزت الاحتجاجات الشعبية أجزاء من إيران في نوفمبر الماضي. انظر إلى خريطتك، تحتل البحرية الأمريكية وتسيطر على الجناح البحري الغربي مدعومة بسلاح الجو الأمريكي، ويطوق حلفاء أمريكا العرب في الخليج الشواطئ الغربية للخليج الفارسي، وتتواجد القوات الأمريكية في العراق إلى الشمال الغربي حيث سقط سليماني، وفي أفغانستان إلى الشرق، وحتى باكستان في الجنوب الشرقي. هي حليف للأمريكان بموجب معاهدة، وإن كان حليفا غير مريح، وهذه كلها تشكل محيطا منيعا عصيا على الاختراق. تقديري ربما ستأتي الحرب العالمية الثالثة في يوم من الأيام، لكن اليوم ليس هو ذلك اليوم. جددت الحكومة اليمنية بحسب يمن مونيتور تحذيراتها من حدوث كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والإقليم والملاحات الدولية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عثمان أكرم ومدير آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش فاروق حرز الله.
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن اللقاء ناقش وضع خزان صافر العائم في رأس عيسى وعمل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش. وأشار وزير الخارجية إلى مخاطر تدهور وضع خزان صافر وضرورة السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى موقع الخزان لإجراء عملية التقييم اللازم بهدف تفادي اندلاع كارثة بيئية خطيرة ستؤثر على اليمن والإقليم والملاحة الدولية. وقال أيضا إن اليمن لا يتحمل المزيد من الكوارث، وإن على مجلس الأمن والمجتمع الدولي الضغط على ميليشيا الحوثي لإيقاف المماطلة وعرقلة جهود معالجة الخزان. في ترجمة خاصة للموقع بوست نطالع عنوان لجنة الإنقاذ الدولية: تمديد أمريكا الحماية المؤقتة لبعض اليمنيين لا يكفي. ففي حين أشادت بتمديد الحماية لحوالي 1500 يمني لمدة 18 شهرا إضافيا، قالت اللجنة إن القرار يجب إعادة النظر فيه، مؤكدة أن القرار ذاته يستبعد بشكل تعسفي حماية ما يصل إلى 3000 مواطن يمني وصلوا الولايات المتحدة بعد يناير 2017 ولن تتم معالجة أوضاعهم. فرانك ماكمانوس المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية قال إن الوضع في اليمن مستمر في التدهور، فيما تزداد الحاجة للإغاثة الإنسانية لليمنيين لمواجهة النقص الحاد في المساعدات الإنسانية الراهنة. وأضاف مانوس: يتوجب على الولايات المتحدة تمديد الوضع المحمي المؤقت لتشمل جميع اليمنيين داخل أراضيها، وأن لا تتعمد إخضاع المزيد من الأرواح البريئة لتحمل الظروف التي قد يواجهونها في اليمن. ودعت اللجنة الكونغرس الأمريكي إلى تفعيل حل دائم لأولئك الذين لا يشملهم قرار الوضع المحمي المؤقت السابق والقرارات السابقة. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في يوليو من العام 2018 أقرت تمديد الحماية المؤقتة للاجئين اليمنيين حتى الثالث من مارس 2020 نتيجة لظروف الحرب الاستثنائية. وفي الشأن الأمريكي والإيراني، كتب أيضا عريب أرنتاوي في صحيفة الدستور الأردنية مقالا بعنوان أمريكا برا برا، إيران برا برا، قال فيه: نصف العراقيين على الأقل يهتف بصوت واحد أمريكا برا برا، نصفهم الثاني يهتف إيران برا برا. قد تختلف النسب قليلا لكنها لا تختلف كثيرا. الرأي العام العراقي ميال في غالبيته للخلاص من النفوذين الإيراني والأمريكي سواء بسواء، وتريد لبلاد الرافدين أن تستعيد سيادتها واستقلالها، وتريد للعراق ألا يكون ساحة لتسوية الحسابات وصندوق بريد لتبادل الرسائل الدامية. ثمة فريق موال لإيران يريد للعراق أن يظل مجالاً حيوياً لنفوذ طهران ومشروعها الإقليمي، وثمة فريق موال لواشنطن وما زال يراهن على دورها الراعي والحامي لمصالحه ونفوذه ومشروعه، الأمر الذي ينذر باستمرار التجاذبات وتفاقمها. ويشي بأن طريق العراق للإصلاح والحكم الرشيد كما طريقه لاستعادة سيادته وهيبته ما زالت مديدة ومريرة، مترعة بالكلف الباهظة. مستقبل العراق ومصيره رهن بمصائر الصراع بين مشروعين متصادمين: الأول مشروع استعادة الهوية والكيان والدولة المدنية والسيادة الوطنية الذي تنضوي تحت لوائه غالبية عراقية وازنة لكنها من أسف غير منظمة، والثاني مشروع الكانتونات المذهبية التي تذكر بمشروع جو بايدن القائم على أقلمة العراق توطئة لتقسيمه. المشروع الأول لا داعمين إقليميين أو دوليين له، ذلك أن بوصلته الوحيدة هي مصلحة العراق العليا ومصالح العراقيين على اختلاف مرجعياتهم وانتماءاتهم. أما المشروع الثاني فلديه حواضن إقليمية وروافع دولية تبحث كل واحدة منها عن حصتها في كعكة السلطة والثروة في العراق. تعرضت التجارة الخارجية في اليمن لصدمة قوية خلال سنوات الحرب والصراع، هذا ما نشرته صحيفة العربي الجديد قائلة
أكدت بيانات رسمية انخفاض قيمة الصادرات السلعية بحوالي 80% والواردات السلعية ب20% عام 2018. ويعود تدهور التبادل التجاري مع العالم الخارجي حسب تقرير رسمي صدر حديثا واطلعت عليه العربي الجديد إلى الإجراءات الضارة للتحالف في اليمن المتمثلة في إغلاق بعض المنافذ البرية والجوية الرئيسة وتعرضها للأضرار المادية إضافة إلى مغادرة شركات النفط والغاز الأجنبية اليمن. وصنف اليمن كثاني أسوأ مرتبة عالميا في مؤشر التجارة عبر الحدود في تقرير البنك الدولي حول بيئة أداء الأعمال الصادر في 2019. وفي هذا السياق يرى نبيل عبد القادر المسؤول بمركز تنمية الصادرات الحكومي أن الاختلال الحاصل في الميزان لا يشمل فقط الصادرات النفطية بل شمل تراجع الصادرات السمكية والزراعية بنسبة تزيد على 70%. وقال عبد القادر للعربي الجديد: تراجع الصادرات قلص تدفق النقد الأجنبي إلى البلاد وساهم ذلك في تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار وارتفاع سعر صرفه لتمويل واردات السلع الغذائية الأساسية بأكثر من ضعفين. مالك التريكي كتب مقالا في صحيفة القدس العربي بعنوان صور كارثية من صراع الأجيال، جاء فيه: معروف أنه لم يكن لصراع الأجيال في القرن العشرين سوى معنى واحد، هو صراع القيم الاجتماعية بين القديم والحديث، بين المحافظة والتجديد، بين الأبناء المتعلمين والآباء الأقل تعلماً، بين التشبث بالأهلي والأصلي وبين الانفتاح على رياح المدنية العصرية. إنه صراع أجيال ناجم عن انتهاء عهد ذهبي في تاريخ الإنسانية، فقد ظل مستوى المعيشة يتحسن باضطراد من جيل إلى جيل طيلة القرن العشرين، ولكن الآية انعكست تماماً منذ حوالي عقدين، وإن هذا لمعنى محزن لأنه يتعلق بخيبة ذلك الأمل الإنساني الفطري لدى كل أب وأم في أن يكون أولادهما أفضل منهما وتكون حياتهم أطيب. إلا أن هناك معنى إضافيا لصراع الأجيال أخذ يزداد علي إلحاحا منذ سنوات، إنه المعنى الذي قصده الشاعر التونسي عبد العزيز قاسم عندما كتب أخيرا: ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن تنهار فيه المنظومة التربوية يدخلها الأمي فيتخرج منها جاهلا يحمل شهادات عليا. هذا الصراع المجازي بين الأجيال، أي التدهور المستمر على صعيد المعرفة والقيم، هو المعنى الذي يتبادر إلى ذهني كلما حدث في الحياة العامة ما يرسخ الانطباع بأن الفارق النوعي بين الأجيال ما فتأ يتعمق، وبأن الجيل الجديد قلما يفلح في مضاهاة الجيل القديم. ولا ينبغي أن يفهم من هذه الملاحظة أنها تتضمن إنكاراً لسنة الحياة المتمثلة في ضرورة التعاقب والتداول، وإنما هي مجرد تقرير لواقع ناطق بتدني المستوى بشكل شبه مستمر كلما وقع الانتقال من جيل إلى الجيل الذي يليه. السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان توفي بعد صراع طويل مع المرض، خبر أوردته شبكة البي بي سي التي قالت أيضا إن وفاة السلطان كانت في ساعة مبكرة من صباح السبت عن عمر ناهز 79 عاما. السلطان قابوس حكم سلطنة عمان منذ العام 1970 بعد توليه السلطة إثر انقلاب على والده السلطان السابق سعيد بن تيمور، وكانت التكهنات حول صحة السلطان قابوس قد زادت الشهر الماضي بعد عودته من رحلة علاجية في بلجيكا بشكل أسرع مما كان مقررا، ما أعطى الانطباع لدى البعض بأن حالته الصحية كانت متردية. وكان قابوس يعاني من الإصابة بسرطان القولون منذ العام 2014، ومنذ ذلك الحين قل ظهوره بشكل كبير وأناب عنه عددا من المسؤولين من أبناء عمومته لحضور المناسبات واللقاءات الهامة. ووفقا للنظام الأساسي للسلطنة الذي يعادل الدستور، يتوجب على مجلس الأسرة الحاكمة الذي يضم حوالي 50 عضوا من ذكور العائلة، يتوجب عليهم اختيار سلطان جديد في غضون 3 أيام من فراغ العرش، فيما لم يتزوج السلطان قابوس وليس لديه وريث، كما أنه لم يعين خلفا له.
تقول صحيفة الشرق الأوسط إن أماً كورية شمالية تواجه عقوبة السجن المشدد بعدما قامت بإنقاذ طفليها من حريق شب في المنزل، في حين تركت صور زعماء كوريا الشمالية السابقين لتحترق بالكامل. وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، تم التحقيق مع المرأة من قبل وزارة أمن الدولة في البلاد بعد اندلاع حريق في منزلها بمحافظة أونسونغ، حين هرعت السيدة لإنقاذ أطفالها من الحريق، وفرت تاركة المنزل بعد ذلك لتحترق صور الزعماء الكوريين الشماليين المعلقة على الحائط. كوريا الشمالية تفرض على سكانها تعليق صور الزعماء السابقين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل في منزلهم أو في منازلهم، ويتم إرسال مفتشين بشكل دوري للتأكد من تنفيذ المواطنين لهذا الأمر. ووفقا للقوانين، فإن الفشل في الحفاظ على هذه الصور يعد جريمة خطيرة، وهناك قواعد محددة لتعليق هذه الصور، حيث يجب أن تعلق على الحائط الأكثر بروزا في غرفة المعيشة مع عدم تعليق أي صورة فوقها، ويجب الحفاظ على النظافة، فإذا وجدها المفتشون مغطاة بطبقة من الغبار فإنهم يفرضون غرامة مالية على أفراد المنزل. نساؤنا والمسكوت عنه في مجتمعات متقدمة، عنوان للكاتبة رشا عمران في العربي الجديد عن حقوق المرأة، وفيه تقول: في حوار معها نشر في صحيفة أبزرفر البريطانية، تحكي هيلين شارمان وهي أول بريطانية تسافر في رحلة فضائية إلى محطة الفضاء السوفيتية مير، تتحدث عن كيف يتم حتى الآن تجاهل أنها أول شخص يحمل جنسية بريطانية يسافر إلى الفضاء. يحدث ذلك التمييز في بريطانيا، الدولة العظمى التي تتبنى قوانين مدنية تكفل عدم التمييز بناء على العرق والجنس واللون والعقيدة. لم تستطع هيلين شارمان التخلص من الانحياز الذكوري المجتمعي ولا من المظلومية الأنثوية التي تصبح أكثر حساسية تجاه كل ما يتعلق بالجندر. بالنظر إلى ذلك، هل من العدل مطالبة المرأة العربية بالتخلص من مظلوميتها الأنثوية أو من حساسيتها تجاه مواضيع الجندرة وهي تعيش في ظل مجتمعات مغرقة في ذكوريتها، ذكورية تسري سواء على صعيد العادات والتقاليد المجتمعية أو على صعيد القوانين والدساتير التي تميز الذكر عن المرأة وتضعه في مرتبة متقدمة عنها، سواء في العلاقة مع مسائل كالزواج والأولاد والنسب والطلاق أو في مسائل الإرث والملكية، وكلها تفاصيل يفترض أنها تنظم علاقة الفرد بالمجتمع ومستمدة من القوانين الشرعية الدينية التي تميز الرجل بوضوح ومن دون أدنى مواربة، تمييز تدعمه أساساً أنظمة استبدادية أمنية متحالفة مع مؤسسات دينية مغالية في ذكوريتها وتعسفها ضد المرأة، متكئة ليس فقط على النص الديني الذكوري بل على فقه الفقهاء لم يخرج أحدهم يوماً عن طاعة الحاكم، إن بقاء هذه المنظومة رهن ببقاء تخلف المجتمع وديمومية هذا التخلف الذي ما إن تظهر بوادر لتخلخله حتى يزداد فقهاء الظلام شراسة وعنفا دفاعا عنه. من صحيفة واشنطن بوست، أحداث متنوعة من مختلف أرجاء العالم بعدسة مصورين التقطوه أو التقطوا اللحظة ووثقوها لتنشر في الصحيفة، ونحن بدورنا ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
فن الكاريكاتير الذي يعبر عن قضايا عديدة ويختصرها في بضع خطوط متصلة. نتابع جزءا من ذلك من خلال آخر فقرة من حلقة اليوم. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.